والتوجه نحو الأسواق العالمية. المراسلة لمشرم الزهر. ولاية الواد أصبحت اليوم من الولايات الرائدة في الإنتاج الفلاحي في عدة شعب، وبهدف المحافظة على هذا الموقع الريادي وتحسينه، رسمت المصالح الفلاحية بالولاية استراتيجية للتنمية الفلاحية، وهذا من خلال عدة أعمال أهمها إنشاء عدة لجان. هذه اللجان تهتم بعملية التصدير، تهتم بالتفكير في توسيع الرقعة الفلاحية، والتفكير كذلك في إيجاد شعوب أخرى اللي مش مسجلة على مستوى الولاية، لا سيما تربية المائيات. هذه المحاور تضمنها مشروع عمل من طرف المصالح الفلاحية للولاية لتقديم عدة اقتراحات والحلول لتجاوز بعض الصعوبات التي تواجه المنتجين والمصدرين، خاصة على مستوى تسويق المنتوج وطنيا ودوليا. من أبرزها هو مشكل النقل، حيث أن في فترة الصيف نعانوا من نقص الحاويات المبردة خاصة، لهذا طلبنا في عديد المرات باش يفتحونا المعبر الحدودي هذا تاع الطالب العربي للتصدير عبر تونس. من ضمن الورشات هي التحويل اللي مازال ربما ضعيف في الجزائر ككل. جانب التحويل والتصدير يعني راهم حلقات تعد هامة في قضية التسويق في الجزائر. ولضمان استمرارية هذا المسعى، تم تنظيم هذا اللقاء التشاوري الذي جمع كل الأطراف الفاعلة في العملية بهدف رسم استراتيجية استمرار القطاع ومرافقته ليكون من بين أهم مصادر الدخل خارج المحروقات. وفي إطار إعطاء دفع قوي لمشروع